اليوم نقول مثلا احتياج الفعلي للقيادة أو لرخصة القيادة، يعني اليوم نقول بعض المؤهلات تحتاج قيادة، بعض المهن تحتاج ليس قيادة، لكن اليوم أنا مع أن يكون في التقليل من الياسن، ما يكون في إلا يعني شيء احتياج فعلي. التنظيم لهذا الأمر يعني مهم جدا، وإعادة النظر في الياسن أو الرخص القيادة اللي كانت قديمة، إعادة النظر فيها ما يمنع، يعاد النظر فيها ويتم ترتيبها من جديد، ويتم بإذن الله. القانون السابق مرتبط في الراتب أتوقع، إيه الراتب والمهنة، راتب ومهنة وأيضا النشاط له دور معين ومهنته معينة، والنشاط له دور نعم عشان يطلع ليسن. إيه اليوم في بعض المهن لا ما يحتاج، يعني مثلا تقول يعني بعض المهن ما بيذكر مهن، لكن بعض المهن وإن كان راتبه عالي ما تحتاج يعني مثلا أنت اليوم مهنة مثلا ما بي أسمي مهنة، لكن مهن موجودة ما تحتاج، يعني لازم يكون في معنى لهذا الليسن الموافقة. عملية انتقاله يعني في النهاية إذا كان هو موظف يعني صعب، مو عامل مثلا باص يروح وكذا، لا موجود اليوم وسائل النقل من قبل الشركات نفسها، وأيضا مرات يكون المشروع نفسه في سكن يعني مثل مصنع في سكن العمالة نفسها حسب ما تراخيص البلدية، ما في داعي حتى نقل العمالة. احنا نحاول يعني نكون حذرين في هذا الجانب، طبعا هذه توصيه من وزاره الداخليه صحيح. اللي تحاول تقلل من رخص القياده، وحنا مداعمين ومشاركين في هذا الامر، ما يتم صرف ليسن او رخصه قياده الا بضوابط. المشكله مو كذي، المشكله ان كثيرين من اللي يقودون هذه المركبات اصلا ما عندهم الياسن، هذا عاد موضوع يعني خاص، هذا موضوع وزاره الداخليه صراحه هذا موضوع خاص وزاره الداخليه، انا ما سمعت فيه لا حصه بالمئات ما عندهم ليسن، ما عندهم ليسن اصلا ولا ينطبق عليهم القانون وينصادون يعني، فهذا يمكن عبء كبير على وزارة الداخلية صراحة. والله بس ترى يعني هم بعد أخواني في وزارة الداخلية يعني شادين في هذا أكيد الجانب. أكيد. أنا اللي أحد معلوماتي إنه يتم ترحيله فورا. صحيح صحيح. يتم ترحيله فورا إذا كان صحيح. يقود مركب بدون رخصة قيادة حسب صحيح. معلوماتي وأخواني جزاهم الله خير يعني وزارة الداخلية يعني شادين في هذا الجانب، ما في تهاون.